السلام عليكم. السوشيال ميديا اليوم متناولة خبر ديال الحمل لطيفة رأفت اللي كانت منولها ان شاء الله السعادة وان شاء الله يكملها بالخير بعد عمر يعني ما شاء الله 54 سنة. نخليكم مع الفيديو باش تأكدوا من اللي الخبر. على اسامه هو انه هذه يومين انتشرت واحد الخبر عن حمل الفنانه لطيفه رأفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاع الصفحات دعوا عليها وحتى الصحافه دعوا عليها. انا مشيت بقت شويه وسالت المصادر الخاصه ديالي ومصادر قريبه من الفنانه لطيفه رأفت، وكناكدوا لهم حصريا من خلال رمضان معنا انه الفنانه لطيفه رأفت حامله، ان شاء الله يكمل عليها بالخير والف مبروك من بلاطو رمضان معنا، ونشوفوا الجنين ديالها. واول اطلاله ليها غادي تكون يوم 15 جوان في واحد الحفل في مدينه اكادير، وغادي تزايد يتاكد الامر اكثر وغادي يشوفوا الناس ان شاء الله لطيفه رأفت. قال لك غادي يشوفوا الجنين ديالها، ماشي يشوفوا، غادي يشوفوا المولود ديالها، وفي السهره غادي يتاكد الحمل. إن شاء الله. حنا كنتمنوا لها السعاده وكنتمنوا لها التوفيق، وكذلك الفنانه الكبيره والمقتدره لطيفه رأفت دائما كانت تبغي ان حياتها الشخصيه يعني تكون بعيده عن الانظار، ولكن فعلا الا كانت ام فغتكون سعيده وحتى الجمهور ديالها غادي يسعد. والله يجزيك بخير على الاخبار. نقول لها مبروكه بس كمل في البركه. راه باركنا عليها، الله يكمل عليها بالخير. كنتمنى لها كل خير ان شاء الله، والله يكملها بالخير يا ربي، وتسعد وتفرح بالمولود ديالها، والعقبه لكل محروم. الله يسهل على الجميع ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش ديروا جيم واشتراك، والى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.